السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم اليوم الكشف عن هونداي ان لاين نسخة i20. كما تلاحظون بروز التغييرات صارت في الكشافات الأمامية LED وفي الشكل الجنوط، أصبح مقاسها أكبر من السابق. زيج جانبي كروم i20 ان لاين، محرك بسعات 2 لتر، الشاشة الخلفية LED، شاشة العدادات بقياس 14.5 إنش، تنبيه خروج عن المسار، ورادار مثبت سرعة على المقود، رادار أمامي، وكما تلاحظون انطلاق السيارة من 0 إلى سرعة 100 في 7 ثواني فقط. شافت الضباب الايدي، سوف تتوفر بعدة الوان. يبدأ الاسعار من 15,000 دولار لنسخة الفول كامل، و12,000 دولار لفئة النص فول. المقاعد الخلفية جلد، وصلة USB Type-C. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.